في موعد معلوم من كل عام يطل علينا الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري في جامعة هارفارد بالجديد والمفيد فيما يخص علاجات السكر الحديثة. الحقيقة الدكتور أسامة حمدي من الطيور المهاجرة التي دائما وأبدا تحن إلى أعشاشها ودائما يأتي إلى مصر في أغسطس. لماذا أغسطس؟ لماذا أغسطس يا دكتور؟ اهلا اولا يا استاذ حمدي ربنا واهلا بكل مشاهدينك. ربنا يخليك. والله شوف مصر حلوه في اغسطس ولا في بس الجو حر شويه في يناير. الجو حر شويه هو يعني طبعا السنه دي يبدو حر اكتر بس ده يعني في كل انحاء العالم يعني. انما مجرد وجود الواحد في مصر الواحد يشم بس نفس مصر وريحه مصر بيحس بسعاده شديده. اغسطس طبعا هو الناس كلها في اجازات ووقت جميل وفي احلى مانجا موجوده في مصر واحلى ناس كمان. انت بتحب المانجا؟ جدا. المانجا المصريه لان السويت مانجو دي مش موجوده بره. المانجا بره الحادقه يعني الموجوده في امريكا انت لو كلتها ممكن يعني تلسع لسانك من الحدوقيه بتاعتها. انما السويت مانجو اللي موجوده في مصر دي ملهاش في نوع معين. العويس طبعا. العويس. بقول لسيادتك المانجا ومرضى السكر هو مرضى السكر يعملوا ايه يعني سيادتك عشاء المانجا يعملوا ايه من مرضى السكر؟ هو شوف في اعتقاد خاطئ ان الفواكه ممنوعه لمرضى السكر. ده اعتقاد خاطئ. هو الفواكه فيها نوع معين من السكر اسمه الفركتوز وبرضه الفركتوز ده لازم نفرقه ما بين الفركتوز اللي في الفاكهه لان معاه الياف والفركتوز اللي هو كورن سيرب اللي هو بيحلوا بيه. الفركتوز كورن سيرب اللي هو جاي من الذره اللي بيتحلى بيه ده سيء. اللي بيتحلى بالسكر الشاي والكلام ده بنحل بيه؟ لا 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 اللي هو فيه الحاجات اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت سكريه زي الشوكولاتات والحلويات وما الى ذلك. دي عشان رخص الثمن اللي هو الفركتوز كورن سيرب لانه رخيص جدا ومحلي جدا وضار جدا. يعني في ثلاثة. أما الفركتوز اللي موجود في الفاكهة غير ضار. غير ضار. غير ضار. وخاصة في وجود الألياف. بس كل حاجة بالاعتدال كويس. يعني أنا بنصح مريض السكر هي حباية واحدة من أي فاكهة. يعني حتى ما يحطش اعتبار أنهي فاكهة أي واحد حباية واحدة بس. حباية واحدة. لكن في كلام إن العنب الـ بالأساس البلح يعني في حاجات كده بيقولوا إن دي سكريات عالية جدا. فبينصح طبيب السكر ينصح المريض ما يتعاملش معاه. هو كل حاجه في حدود بسيطه مسموح بيها. يعني ناس مثلا سالنا في رمضان طب التمر احنا ما نقدرش نمتنع عن التمر. لما نيجي نبص للتمرايه هي فيها 80 سعر حراري لكن فيها نسبه الياف عاليه ونسبه بوتاسيوم عاليه ونسبه السكر اللي فيها معقوله بحيث انها لما تكسر الصيام هتكون جيده جدا. فحباية تمرة أو تمرتين ما فيش مشكلة. يعني أنا مش عاوز نقول لمريض السكر أنت يعني مسجون ما تخنقوش يعني. ما تخنقوش. هو في أشياء ضارة فعلا. بس مش الفاكهة ولا الخضروات. لا الفاكهة ولا الخضروات ولا الأسماك ولا الأسماك ولا منتجات الألبان ولا منتجات الألبان. دول بالنسبه لمرض السكر يعني منتجات الالبان ده اللي هو نغمه اللي هو خالي الدسم ونص دسم واللايت والكلام ده مش وارد يعني يبقى فيه اي معنى. لا هو شوف الدهون اللي موجوده في منتجات الالبان دهون مشبعه ماشي واحنا الناس كانت دايما عندها اعتقاد ان الدهون المشبعه دي ضاره جدا. ضاره وضاره لامراض القلب وما الى ذلك. لكن احنا وجدنا عملنا بحث كبير وكلف حوالي مليون ونص قارنا مليون ونص دولار قارنا في منتجات الالبان قليله الدسم وعاليه الدسم على مرض السكر. كويس. ووجدنا ان ما فيش فرق ما بين الاثنين على مرض السكر لا على نسبه السكر ولا على الكوليسترول ولا على ضغط الدم ولا اي شيء. الشيء الوحيد انها هتزود الوزن شويه لان طبعا الدهون فيها سعرات حراريه عاليه. مزبوط. يعني جرام الدهون فيه 9 سعرات حراريه لحين ان جرام النشويات او جرام البروتينات 4 سعرات حراريه. فهو لو كلوا باعتدال ما فيش مشكله. انما بحث تاني احنا حتى قدمناه السنه دي في مؤتمر الجمعيه الامريكيه للسكر لو لقينا ان اللي كان في سان دييغو كان في سان دييغو في يونيو اللي فات
وجدنا ان الدهون المشبعه في منتجات الالبان مفيده 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 يعني السمن البلدي، القشطه، الزبده، الحاجات دي كلها مفيده لمرضى مفيدة. السكر لا مفيده ككل 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 يعني وليس ضاره لمريض السكر وليس ضاره لمريض السكر الا طبعا اذا السعرات عاليه او كميه كبيره منها يعني لما نقول مفيده ما نقولش يعني ايه انا اكتر منها لان هيزيد في الوزن لا المهم عندي انها مش ضاره غير ضاره ده مهم جدا الدهون المشبعه في اللحوم اللي هي دهن اللحم ضار جدا ضار جدا يعني شوف هنا ده دهون مشبعه ودي دهون مشبعه والسبب ايه ان الدهون المشبعه اللي موجوده في منتجات الالبان احنا بنسميها قصيره ومتوسطه الطول شورت ميديوم تشين الثانيه لونجر تشين وفي فرق كبير ما بين الدهون دي والدهون دي يعني اذا الدهون المشبعة من اللحوم زي الدهون اللحوم يعني خطر جدا والأخطر منها الدهون اللي موجودة في اللحوم المخلقة زي اللانشون والهوت دوج وما كمان دي الأخطر دي أخطر ده كمان في مواد حافظة بتضاف لها ضارة جدا بالقلب لازم نبتعد عنها لا اللحوم المخلقة نمتنع عنها نهائي الخلوق من مصنع تقصد المصنع يعني سواء مريض سكر أو غير مريض سكر ابتعاد دي ضارة اللحوم العادية لو شلنا الدهون منها وقللنا كم اللحم يعني المفروض الإنسان ما يزودش على الإطلاق في الأسبوع عن مرة أو مرتين لحوم لأن في نوعية حديد معينة موجودة في اللحم اسمها الهيم دي مرتبطة ارتباط كبير بمرض السكر يعني زيادتها زيادة أكل اللحوم تزود مرض السكر أو ممكن تخلي الشخص يجيله مرض السكر كمان وتزود أمراض القلب نفس الحكاية فاللحوم الحمراء لازم نقلل منها بشكل كبير يعني ممكن مرة أو اتنين يعني اللحوم نشيل الدهون ونقلل الكمية تمام مظبوط تمام لكن اللحوم المصنعة ما فيش دخول عليها خالص على الإطلاق بالمرة دهون اللحوم خطر لكن دهون اللحوم المشبعة خطر لكن الدهون اللي هي المشبعة بتاعت مجموعة الألبان ما فيهاش خطورة وحاجة ثانية الألبان المخمرة مفيدة جدا للجسم الألبان المخمرة زي الزبادي أيوه وزي زي الرايب اللبن الرايب ايوه الجبن الريكفورد الكونجونزولا الحاجات دي كلها الجبن الجبن كلها اللي فيها فطر اللي هي مخمره لان دي بتحسن البكتيريا بتاعت الامعاء امال بيقولوا الجبنه الرومي ممكن تعمل مشكله ليه لمريض السكر ما حدش قال هذا الكلام لا 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 على الاطلاق يعني مجموعه الالبان بالاجبان الالبان منتجات الالبان كلها نعمه من عند الله سبحانه وتعالى ونعمه بالله واخد بالك وهو كان اكلنا زمان كده يعني ما كانت الجبنه البيضة وجبنه القريش والمش يعني منتجات الالبان مفيده بشكل انت سيادتك عرجت كده على المؤتمر السنوي للسكر اللي كان في سان دييغو السنه دي واضح ان كان في نقله في الابحاث نقله في النظريات انت مش متخيل كل شهر عندنا حاجه جديده كل شهر لان التطور العلمي اصبح سريع جدا 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 احنا مش عارفين نلاحق عليه يعني مش عارفين نلاحق وطبعا لان احنا موجودين في مكان فيه تنافسيه عاليه وفي ابحاث مستمره يعني ببساطه جامعه هارفارد كل سنه بيطلع منها 22 الف بحث علمي 22 الف بحث يعني ده بس جامعه واحده ده رقم مذهل ده جامعه واحده كمان. طب انتوا قدمتوا ايه في سان دييغو والله كان اللاند مارك احنا قدمنا برنامج لأول مرة اللي هو الشفاء من مرض السكر النوع الثاني اسمه دروب بروجرام ده ممكن أصلا الشفاء أصلا؟ ما هقول لك هو اسمه دايابيتس ريميشن أوتكم بروجرام هل ممكن الشفاء من مرض السكر ده سؤال عظيم النوع الثاني ولا لا؟ فإحنا عملنا أنا بس عشان نقول للمشاهدين النوع الأول إيه والنوع الثاني إيه عشان يبقوا معانا برضه النوع الاول ده مرض من امراض المناعه أيوه. ده غالبا بيجي في السن الصغير وال اللي هو سكر الاطفال بالاغلب سكر الاطفال وممكن يجي برضه في الكبار الى حد ما معظمهم بيبقى نحيف في الوزن والجسم بتاعه بيكون اجسام مناعيه ضد حاجه داخله من بره ممكن تكون فيروس او ممكن تكون تلوث او ما الى ذلك و الاجسام المناعيه تضل الطريق وتهاجم خلايا البنكرياس اللي بتفرز الانسولين وتدمرها فهذا الشخص المريض
السكر من نوع اول لا يفرز الانسولين، وعشان كده علاجه لازم ياخد انسولين من الخارج. وفي طرق اخرى يعني. لا، ما انا هتكلم في الطرق الاخرى دي، لان انا سامع برضو ان في نقله في المساله دي. نروح بقى للمريض التاني. النوع التاني ده انواع متعدده، لكن معظمها يكمن في ان الجسم يقاوم الانسولين، بيفرز انسولين ولكن يقاوم هذا الانسولين، وبالتالي انت بتقلل المقاومه دي. مجرد نزول الوزن بيقلل المقاومه بشكل كبير. كويس. يعني ده بحث احنا عملناه من حوالي 23 سنة. نزول الوزن بالنسبة لمريض السكر 7% نزول في الوزن بيحسن حساسية الجسم للإنسولين بنسبة 57%. ده نسبة طردية. احنا وجدنا بقى ايه، وده اساس دروب بروجرام، ان لو نزل الوزن 10% او اكتر في خلال الخمس سنين الاولى للمرض. ما انا عشان كده اقول لك الشفاء من السكر او الريميشن، احنا مش بنقول لكل مريض السكر، احنا بنقولها للناس اللي هي مصابه بالسكر في الخمس الاولى، خمس سنين الاولى، والذي يعالج بدوايين ليس منهم الانسولين. دوايين تحديدا؟ مش اكثر من دوايين. اللي هم مش اكثر اي دوايين. اي يعني ادويه ليست انسولين. ليست انسولين. والتراكمي بتاعه اقل من 8. اقل من 8. فاحنا خدنا المجموعه دي. يعني المجموعه دي رقم واحد انها في الاصابه في الخمس الاولى، في خمس سنوات الاولى. اثنين ما بتاخدش انسولين. ثلاثة دوايين وما بنهمش انسولين. والثالثة ان التراكمي بتاعه اقل من 8. اقل من 8. دول يحصل معهم ايه؟ خدناهم وعملنا معهم برنامج معين غذائي صارم يساعدهم ان هم ينزلوا في الوزن 10%. وحطلنا لهم جهاز قياس السكر المستمر. ده بيقيس السكر باستمرار. وبيدينا رقم معين كده احنا بنسميه تايم رينج، يعني سكر في المعدل المظبوط. ايوه. وهو المفروض يعني يكون معدل 70%. اللي هو يعني بمعنى اصح سكره ما بين 70 و180 في الرينج ده. اذا سكره 40% بنقول له تايم ان رينج، ده سكر في الرينج ده. عاوزين 70% من القرايات تكون خلال هذا الرينج. كويس. وقفنا علاج السكر من اليوم الاول. من نوعين. اللي هما الدوائين دول. من اول يوم. من اول يوم. من اول يوم. يعني داخل البروجرام ده بدون حبوب ولا ادوية. ولا اي حاجة. ونزلنا له الوزن بشكل جيد. يمكن لو عاوزين نعرف الطريقة اقول لك الطريقة بالتفصيل يعني. ياريت. هو احنا حطيناه على ثلاث حاجات مع بعض في النظام الغذائي. اول حاجة صيام متقطع. اللي هو في صيام حوالي 16 ساعة. يعني بيتعشى. ومن ساعة العشاء ما بياكلش لمدة 16 ساعة. لحد ما يفطر. ممكن يشرب مية، ممكن يشرب شاي، قهوة، ما فيش مشكلة. لكن أكل كأكل لا. أكل لا. اللي هو الصيام اللي زي صيام رمضان. بالظبط. بس ما تشرب مية. كويس؟ وبعد كده بيفطر الشخص على شيك احنا محضر، هو مخصص لمرض السكر. يعني عبارة عن شراب يعني فيه 200 سعرة حرارية. وفي نسبة بروتين عالية شوية. وبعد كده بيتعشى عشاء خفيف هو 600 سعر ل 800 سعر حراري. احنا يعني خدوا 1000 سعر في اليوم. اللي ما بين 800 ل 1000. 800 للنساء و1000 للرجال. كويس. ويمارس رياضة تبني العضلات. لأن احنا عايزين العضلات لا تفقد. وبدأنا نتابع الناس دي لمدة 12 أسبوع. 12 اسبوع. وقلنا لو السكر في اي وقت من الاوقات التايم رينج نزل عن السبعين ممكن نرجع بعض العلاجات. لكن اللي لقيناه ان المعدل فوق السبعين باستمرار، يمكن وصل 90 و100% في الرينج. على 12 اسبوع مستمرين تماما، العلاج واقف، التراكمي بتاعهم نزل لغايه 6.1، ده في المعدل الطبيعي. واحنا دلوقتي بنقول ان ريميشن من الدايابيتس تحصل لو انت توقفت عن علاج لمده 3 شهور وحافظت على التراكمي اقل من 6.5. يعني حافظت عليه اقل من 6.5 و 3 شهور بدون ادويه، ده يعتبر ريميشن. كويس. دي نقله. المهم بقى ان انت تكمله. فاحنا بنيجي بعد 3 شهور دول نعمل ايه؟ 12 اسبوع نرجعه تاني ياكل الاكل الطبيعي ما بين 1500 سعر 1800 سعر.
كويس، ونقول له والله شوف تابع بالجهاز بتاع القياس المستمر، اذا نزل عن 85% مش 70 كمان، 85 ارجع عيد اسبوع كامل زي الاول. استمرينا لمدة سنة كاملة عند سنة 80% لسه شفاء من مرض السكر لا علاج، والتراكمي اقل من 6.5. ياه ده نتيجة، فده النتيجة مذهلة. اه جدا، ده يعني ده كان علامة في المؤتمر، واتعمل له سمبوزيوم كبير، حضره عدد ضخم جدا واتغطى بشكل جيد جدا. وانا اعتقد في تصور الشخصي ان الدروب بروتوكول ده لما يطبق على مستوى العالم، في دلوقتي في 5 دول هتجري بحث عليه مستمر، اللي هم امريكا وماليزيا وفيتنام والمكسيك والبلد الاخيره سنغافورة. طب ونصيب مصر فين؟ وسيادتك موجود في مؤتمر زي ده وبهذا الحجم، وانت سيادتك طبعا معني جدا بالحالة المصرية، واقف على ارقامها ونسبها وحتى عاداتها الغذائية وما الى ذلك. والله اتمنى طبعا يعني. طب ايه اللي هيمنعني؟ يعني ما يعني عاوزين التواصل مع جامعة من الجامعات ونبدا ان احنا نرتب مع هذا الامر. ما انت سيادتك متواصل، يعني انت متواصل مع جامعة المنصورة ومتواصل مع جامعة القاهرة، ويعني الجامعات كلها الان دلوقتي منفتحة تماما على هذا التواصل. والله احنا في نقاش يعني في هذا الامر مع بعض الزملاء يعني. اصل انا اعرف ان لسيادتك مشاريع في موضوع السكر ده، او في مشاريع سكريه موجوده في مصر. أيوة. اعتقد على الاقل في مشروعين انا اعلم بيهم. ايوه صح. فنعتبره المشروع الثالث. واتمنى ان شاء الله، واتمنى ان هو يطبق بصوره اكبر. طيب. يعني انا اعتقد ان ده هيبقى ده فتح عظيم جدا، نقله كبيره في مجال السكر، بس في للاسف في خلال ال5 سنين الاوائل فقط من مرض السكر. كويس. طيب ده بالنسبة للمصابين في الخمس الأول، طب والباقي إيه؟ أكيد في أبحاث أخرى ذهبت إلى مدايات بعيدة. والله عشان نقول هذا الأمر يعني أنا عاوز أوضح حاجة. إحنا داخلين على تقسيم جديد لمرض السكر، بمعنى مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى نوع أول وتاني بس؟ مش هيبقى نوع أول وتاني. هيبقى إيه بقى؟ هيبقى 5 أنواع من السكر معتمدة على حاجة إحنا بنسميها الفينوتايب. الفينو؟ الفينوتايب. الفينوتايب اللي هو شكل المريض، وزن المريض، عمر المريض، حاجات من هذا القبيل. ده تعمل له توصيف. وجينوتايب. جينوتايب معناها التركيب الجيني بتاع الشخص. احنا وصلنا لتأثيرات السكر بالتركيب الجيني. بقى نعرف، نقدر نعرف مين الحاجه. طب الخمسه يقولوا ايه؟ او الخمسه ايه مواصفات الخمسه؟ هو اول واحد احنا بنسميه سيد، سيفير اوتو اميون دايابيتس، اللي هو بنقول بمعنى صح اللي هو مرض مناعه شديد، اللي هو كلنا قلنا عليه زي اللي هو كان زمان بنقول عليه تايب 1. بس هو دلوقتي يشمل تايب 1 اللي هو القديم، ويشمل معاه بعض مرضى السكر الكبار في السن شويه اللي بيجي لهم نفس النوعيه في تايب 1، بيجي لهم على 40 50 حاجه زي كده. كنا احنا بنسميه الاول سلولي بروجريسيف تايب 1 او ليتنت اوتو اميون دايابيتس اوف ادلتس لادا. الاثنين دول مع بعض هم مشتركين في حاجه واحده، ان لو استلهم الاجسام المناعيه في الجسم هتلاقيها ايجابيه، يعني جسمه عنده اجسام مناعيه ضد خلايا البنكرياس. هذه النوعيه تعالج بالانسولين. بالانسولين لا حل لها، ليس لها حل. ما يعني ممكن النوع، في نوع منه اللي هو اللادا ده ممكن في البدايه يبقى انسولين مع بعض الانواع من الحبوب لفتره صغيره، لكن بعد كده لازم انسولين. ده حتميه الانسولين لان البنكرياس بيدمر. طيب السؤال، مفيش زراعة بنكرياس، مفيش زي ما بيقولوا خلايا جذعية، مفيش حاجة يعني. هنيجي للنقطة. طب مهم قوي، لان طيب. ده نوع علاجه احنا لازم نكون محددينه. طيب. ومن الناحية الجينية ممكن النهاردة يتعرف مين اللي هيجيله تايب 1. طيب خلينا هو السيد ماشي. اللي هو احتفظ بالاثنين دول، تروح للثلاثة التانيين. لا ده واحد، كل ده في واحد. في واحد اللي هو سيفير اوتو اميون دايس. كويس. ده يعني دول فرعين في واحد. الثاني احنا بنسميه سيفير انسولين ديفيشنسي دايس، سيد اس اي دي دي. دول ايه؟ دول ناس بنكرياسهم ما بيفرس انسولين لسبب او لاخر، معطل لسبب اخر، لسبب او لاخر، وليس لسبب مناعي. وليس لسبب مناعي، مظبوط. ولما تسلم الاجسام المناعيه تلاقيها سلبيه. سلبيه. وهم نحاف. نحاف. كويس. هذه النوعية برضو هتعالج
البداية يمكن ببعض الحبوب اللي تنبه البنكرياس لإفراز الأنسولين، وبعد كده هينتهي الأمر بالأنسولين. طيب نروح للنوع الثالث. النوع الثالث، الأول أقول لك نسب الدول. اتفضل. نسب الأولين، المجموعة الأولانية فيها أمراض المناعة 6%. 6% من المجمل. من المجمل. المجموعة الثانية اللي هي فيها نقص شديد دي 15%. كويس. في نوع ثاني اسمه سيفير انسولين ريزيستنت دايبيتس. دول ناس بيبقى عندها جسمها بيمانع الأنسولين بكثافة. العضلات، الكبد، الدهون بتمانع الانسولين، يعني في بتوقفه. الجسم كله مستنفر ضد الانسولين، ضد الانسولين، الانسولين ما بيشتغلش. تدي له علاج حبوب وبعدها حبوب ونوع تاني وثلاثه واربعه، وتدي له حتى انسولين ده عنده رفض، ما فيش فايده، واخد بالك؟ حتى الانسولين ممكن يوصل ل 200 وحده و 300 وحده وبرده ما فيش، وبرده جسمه مقاوم لهذا الانسولين. المجموعه دي اللي بينفع معاها نزول الوزن، نزول الوزن. الوزن، وهذه المجموعة معرضة لمضاعفات معينة لمرض السكر كمان. اللي هي بيجي لهم أمراض كلى أكتر، وبيجي لهم أمراض الدهون على الكبد. المجموعة دي تساوي قد إيه؟ دي 18%. 18%. 18%. نسبة كبيرة برضه. المجموعتين الشائعين بقى، اللي احنا معظم الناس دايما تسموهم، طيب، ومجموعة اسمها مايلد اوبيست دايبيتس. دي مجموعة جالها السكر بسبب زيادة الوزن، وبالتالي انخفاض الوزن. انخفاض الوزن هو الحل. الحل. والمجموعه دي هي اللي بتستفيد جدا من دروب بروجرام وما الى ذلك. احنا بعد كده هنحدد الناس دي اكتر، يعني احنا دلوقتي بنقول اقل من 5 سنين وتقل 8% و دوايين، بعد كده هنقول خلاص اللي هو مود دول مايلد اوبيست. نوع السكر عندهم ده ضعيف، ما هوش سكر شرس، وسبب يعني عرض اللي هو زياده الوزن. بالظبط، هو نتيجه لزياده الوزن. مظبوط. فاذا زياده الوزن انتهى. النوع الاخير ده يخرج الوزن من الباب، يخرج خلاص السكر من الشباك. عظيم. الاخير، النوع الاخير. الاخير بقى ده الاول، المجموعه دي 22%. 22%. 22%. دي نسبه معقوله. المجموعه الاخيره اللي هي اكبر مجموعه 39%، دي بنسميها مايلد ايج ريليتد دايبيتس مارد. هي عباره عن نوع بسيط من السكر بيجي مع تقدم السن. مع تقدم السن. وده سببه ايه؟ ان زي العجز. البنكرياس بيعجز، بيبقى يعني عرض للشيخوخه. شيخوخه، بالظبط. البنكرياس بيبدا يفرز كميه انسولين قليل. ممكن الشخص ده يكون زايد في الوزن شويه، لكن ممكن يبقى نحيف، ممكن يبقى، بس هو السكر جاله في سن متقدم. وده ممكن بنظام غذائي يحل مشكلته؟ لا 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 لا. ده لازم هيبقى فيه تنبيه للبنكرياس، لان البنكرياس حبز البنكرياس. بالظبط. ما ينفعش معاه نزول الوزن، يمكن يفيد شويه لو هو وزنه زايد قوي. طب سيادتك بتتكلم عن 5 اقسام. ايوه. يعني تقسمتهم 5 اقسام، الاقرب منهم للشفاء، الاقرب منهم للعلاج، الاقرب منهم للحاله اللي هي ما تخافش عليه. ما هم لا، خلينا في الاول والثاني. بالنسبه لموضوع الشفاء ده هيبقى مجموعه المود اللي هي مايلد اوبيست دايبيتس اللي هي 22%. اللي هو جالهم السكر بسبب زياده الوزن، وممكن تزيد. ودي الغالبيه على فكره، دي الغالبيه الموجوده في مصر، اللي في مصر. ده نسبتها لا، هنا بشره طيبه هي. اكيد. يعني اذا هذه المجموع، يعني غالبيه المرضى السكر في مصر واقعين في المنطقه بتاعه زياده الوزن. بالظبط. مظبوط. بالظبط. ومع انخفاض الوزن ممكن يبقى لو في البدايه ممكن السكر يختلف، لو في ال5 سنين الاولانيه ممكن مش الشفاء. لكن هو مش عاوز اقول كلمه شفاء تام، لكن عايز اقول ان هي زي السرطان، لما تقول انت كانسر مش يعني بقى نايم المرض. طبعا لو زاد الشخص في الوزن تاني هيرجع. مظبوط. كويس. طيب الخمسه دولت الاخطر منهم واللي عندك مشكله معاه فيهم، هل الخامس ولا الاول اللي هو؟ ما انا اقول لك الانواع المايلد اللي هم الاثنين اللي قلنا عليهم مايلد، اللي هو اللي مرتبط بالسمنه واللي مرتبط بالعمر. دول مشاكلهم مش كتير. مش كتير. يعني ممكن المريض يجي له بعض المضاعفات، لكن مش مضاعفات ضخمه. اللي فيهم مشكله اللي هو لازم طبيب متخصص في السكر يعالجهم، الثلاثه الاولانيين. اللي هو بتاع المناعه اللي قلنا عليه، واللي ما بيفرزوش انسولين، واللي جسمهم عنده مقاومه عاليه جدا للانسولين. المجموعه اللي عندها مقاومه عاليه للانسولين بتستفيد جدا من نقص النشويات وخفض الوزن. عندها حاجتين، نقص النشويات وخفض الوزن. خفض الوزن. والمجموعتين. لكن هتستمر على العلاج. بس
بس هيقل العلاج بشكل كبير. هيقل العلاج. والاولى والثانيه؟ الاولى والثانيه لازم علاج بالانسولين. لازم علاج بالانسولين. انا هسال سؤال يبدو غريب شويه، الى متى يظل الانسولين علاجا للسكر؟ اليست هناك في الاجواء او في المستقبلات او في المعامل علاجات تخلصنا من الانسولين، ولا الانسولين يظل متربعا؟ هو شوف، انت عندك بنكرياس ما بيفرش انسولين، عندك غده ما بتشتغلش ما بتفرز، هتعمل ايه؟ ما انت لازم تجيب الانسولين. فانت عندك حلين ليس لا ثالث له، او ثلاث حلول، يا ما تدي الانسولين بالحق زي ما كل الناس بتعمل ماشي، يا اما تجد حل تكنولوجي لهذا الامر. بمعنى اللي هو بنسميه البنكرياس الصناعي. ده عباره عن جهاز بيضخ، مضخه، مضخه بتقرا السكر باستمرار، واحنا اتكلمنا عليه قبل كده، وبتزود الجسم وبتفرز الانسولين حسب قياس السكر. مظبوط. ودلوقتي بقى في منهم اربعه حاليا موجودين، اربع انواع. يمكن في السنه اللي فاتت دي نوعين. اسعارها كويسه؟ لا غاليه جدا طبعا. غاليه جدا. بالنسبه لمصر اصلا انا قاعد بتكلم عن مصر. يعني انا كان في كلام مع هذه الشركات انها تنزلها مصر وبسعر معقول. في دخلت في الديبيت؟ طبعا لان احنا عشان المشاريع اللي احنا هنعملها احنا عاوزين نفيد اكبر عدد من الناس. بس ده وارد يعني ان تنزل؟ وارد جدا. اصل احنا مثلا في فيروس سي قدرنا نعمل مفاوضات واتفاقات لدرجه خدناه ب1% من سعره عالميا. بس خلي بالك الادويه مختلفه، لان الادويه ماده كيميائيه هي بتكلفه كذا سنت، لكن هو الثمن كله في براءه الاختراع. فلو هي الشركه موافقه تبيعه ب2 سنت هي كسبان، يعني واخد بال حضرتك. فانما الاجهزه مكلفه طبعا. يبقى رقم واحد اللي هو مفيش بنكرياس، لازم نعمل بنكرياس صناعي، ده الحل التكنولوجي. والحل الثالث؟ الحل الثالث اللي هو البيولوجي، ان هو يتم زراعه خلايا للبنكرياس من الخلايا الجذعيه. هقف عند ديت واخرج لفاصل، لان موضوع الخلايا الجذعيه ده فيه كلام كتير جدا، ناس تستنكفها وتستنكرها وتراها نصب طبي، وناس ترى ان المستقبل للخلايا الجذعيه. اخرج لفاصل ونعود لنواصل. قبل الفصل كنا بنتكلم عن ثلاث طرق لعلاج اللي هي الحالات اللي سموها الحالات اللي ما فيهاش فرص للشفاء من السكر. الاولى كان الانسولين، الثانيه المضخه الصناعيه للانسولين البنكرياس الصناعي، والثالثه وقفنا عند اللي هو الاسلوب البيولوجي اللي هو استخدام الخلايا الجذعيه. تفضل يا فندم. هو كان مشكله الخلايا الجذعيه هي هتجيب الخلايا الجذعيه منين؟ ده كان المشكله الاساسيه. النقطه الثانيه هتدخلها فين، وهل الجسم هيتعامل معاها معامله رحيمه ولا هيلفظها؟ كويس. فكان الاول البدايه كان ان احنا نجيب هذه الخلايا من الخلايا اللي هي الامبريونيك، اللي هي من جنين الاطفال. طبعا انت متخيل يعني عاوز اجنه قد ايه عشان تاخد منها؟ مزبوط. هذا الكم، عايز تخليق اجنه ضخم يعني. ضخم. وعمليه كانت في منتهى، لو ممكن تمس العمليه الاخلاقيه نفسها يعني، في مشكله فيها؟ ما اعتقدش، شويه يعني، يمكن بعض الدول تقول او بعض الديانات تقول كده، بس العلم ملوش حدود يعني. لان الخليه الجذعيه هي الخليه الاوليه في الجسم، ممكن تحول الى نوع من الخليه. لغايه لما جه صديق لنا في هارفارد اسمه داج ميلتون، وهو عنده كان اطفال مرضى بالسكر. عنده هو؟ يعني عنده مشكله شخصيه ان عنده اطفال سكري. بالظبط. وكان امله ان نجد حل هو شخصيا. يعني فهو اللي حصل ان كان في طبيب ياباني، هذا الطبيب الياباني خد جائزه نوبل في انه بيعمل حاجه غريبه قوي، يرجع الخليه العاديه الى خليه جذعيه، يعكسها الارتداد العكسي. يعني انت الخليه الجذعيه تطورت لغايه لما وصلت خليه حيه، انها تبقى خليه قلب او بنكرياس او كبد او ما الى ذلك. هو بياخد الخليه دي بيرجعها لاصلها، ويرجعها انها تبقى خليه جذعيه، فعمليه ارتداديه. بالظبط كده. فداج ميلتون خد الطريقه بتاعته ورجعها لخليه جذعيه، بس عاوز بقى يطورها توصل انها تبقى تاني خلية بنكرياس. يعني أنا دلوقتي أنا رجعت الخلية، عايز أخدها تاني أوصلها تبقى خلية بنكرياس. بالظبط. عملية عكسية تمام. دي صعبة جدا بقى. لأن ده عملية تخليق. أنت بتخلق
من مش هقول تخليق، عمليه تطوير الخلايا الجذعيه انها تصل، دي مثلا 30 40 مرحله عشان تصل الى كلها عمليه في التعامل الجيني اللي موجود جوه الخليه وما الى ذلك، لغايه لما وصلها انها خليه. وصلت بعد كل هذا الجهد وصلت. فيقدر ياخد خليه جلد او خليه دهن يرجعها لخليه جذعيه ثم وبعدين يحولها الى خلايا بنكرياس. وطبعا لان انت بتاخدها من خلايا اللي احنا بنسميها السوماتيك اللي هي الخلايا الجسديه العاديه، تقدر تنتج كميات مهوله من خلايا البنكرياس. دي نقله رهيبه جدا، لان انت عندك خلايا كم كبير جدا. لا انت عندك مخزون استراتيجي يكفي اي البشريه كلها. بالظبط. تقدر لو نفعت انها تتزرع جوه الجسم وتفرز انسولين يبقى انت شفيت مرضى السكر من اول. ودي امكانياته ايه؟ ما انا اقول لك، جت شركه في بوسطن اسمها فيرتكس اشترت براءه الاختراع ده بمليار دولار. والمهم بدات ان الابحاث بتاعتها وهيئه الغذاء والدواء الامريكيه وافقت لها انها تجرب هذه الطريقه على المرضى بني ادمين. وقالت لها شوفوا عندك 17 مريض اعملوا عليهم الابحاث بتاعتكم. واللي هي المسمية ابحاث المرحله الاولى، في مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه، الثالثه يتوافق بقى على العلاج ده. فجت الشركه عملت ايه؟ خدت 17 مريض وقالت وهيئه الدواء الغذاء والدواء الامريكيه اشترطت عليهم ان المرضى اللي يخشوا دول مرضى ما لهمش يعني بيحصل لهم غيبوبات مستمره للسكر الأسوأ ناس يعني. فحتى جابوا ساعي بريد كده كان بيغمى عليه على طول يجي له غيبوبات سكر في مدخل بيت في انخفاضات السكر وارتفاعات. يعني جابوا الحالات اللي هي ديد يعني اللي هي الحالات اللي بنسميها احنا هايبوجلايسيميك ان اويرنس يعني حتى ما بيحسش بانخفاض السكر. كويس. وبداوا اول حاله، ثاني حاله، دلوقتي عملوا 5 حالات من ال 17 وعرضوا في المؤتمر اللي فات برضه في المؤتمر الاخير اللي فات الخمس حالات وضعها ايه؟ لان في حاله دلوقتي او حالتين عدوا السنه وشويه. عملوا ياخدوا الخلايا منهم ساعه البريد ده؟ منهم ساعه البريد ده عدى سنه، عدى اكتر من سنه دلوقتي. سنه ونص يمكن. خدوا الخلايا وحطوها في الكبد، يعني حطوها في الوريد البابي اللي هو بيروح على الكبد. كانت المشكله بقى ايه؟ المشكله ان الجسم هيهاجم الخلايا، فبداوا يدوهم ايه؟ ادويه تثبيط المناعه زي بعد زراعه الكلى، بعد زراعه الكبد لازم بياخد ادويه تثبيط الماء. المهم ان الشخص ده شفي تمام، الخلايا فرزت الانسولين بشكل جيد، ده ساعة البريد ده. السكر بتاعه لغايه النهارده الوقت اللي انا بكلمك فيه سكره ماشي كويس ما شاء الله. الثاني الى حد ما يعني احتاج كميه صغيره قوي من الانسولين. والثلاث حالات يمكن بقى لهم كذا شهر. ومتوقع طبعا ان شاء الله تنجح هذه الابحاث. هو هي الدواء الغذاء والدواء الامريكيه قالت لهم الاول وقفوا الابحاث لغايه لما نشوف انتوا عاوزين جرعه قد ايه. هل جرعه مثلا من الخلايا قد كده ولا قد كده ولا اكبر ولا. فهم دلوقتي في مرحله التقييم. تقييم ووافقوا عليهم تاني ان هم يرجعوا يعملوا الابحاث يكملوها بهذا الامر. المشكله كانت في ايه؟ ازاي نحمي الخلايا دي؟ طب واحنا يعني هنستبدل السكر بادويه تثبيط المناعه؟ ما هي برضه لها اضرار وتكلفتها برضه عاليه. فجت شركه عملت كبسوله. هذه الكبسوله لها خواص غريبه جدا. ممكن يخش لها السكر لان السكر بينبه البنكرياس. وممكن الخليه تفرز انسولين ويخرج بره الانسولين من الكبسوله. لكن لما تيجي الاجسام المناعيه تهاجمها ما تعرفش تخش. فما تعرفش تهاجم هذه الخلايا. حفظت الخلايا في كبسوله تشكل قبه حمائيه يعني. بالظبط. انت حميت الخليه جوه. بالظبط. كانت المشكله انك تغذيها ازاي؟ تغذي الكبسوله ازاي؟ لا تغذي الخلايا دي ازاي؟ انت محتاجه اي خليه في الجسم عشان تعيش. عايزه اكسجين وعايزه دم وعايزه. مظبوط. فهم عملوا فيها زي فتحات صغيره ممكن تخش منها الاوعيه الدمويه وتغذيها وما الى ذلك. شركه اسمها فايسايد. وجات شركة فيرتكس اشترت الشركة دي. ودلوقتي بتعمل حوالي 5 أو 6 أبحاث جاريين حاليا في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على حماية هذه الخلايا داخل هذه الكبسولة. المشكلة يعني أنا أقول لك حاجة، لو حصل حتى إن الخلايا دي ماتت أو الخلايا دي تهاجمت أو الخلايا دي اتدمرت
طب ما انت تقدر تحط تاني، انت عندك كميه كبيره. يعني هو متوقع انها تعيش سنتين مثلا، ثلاث سنين، وترجع تحط الكبسوله. وكبسوله سهله لو تحط يعني تحت الجلد او في الغشاء البروتوني بتاع الامعاء، وتعمل كبنكرياس متكامل. دي كلام مهم وكلام يعطي امل شديد جدا وكبير قوي قوي. يعني هو المتوقع الابحاث دي المرحله الاولى والثانيه والثالثه ينتهوا سنه 2028. فانا اعتقد عند 2028 ان شاء الله هيكون في حل حاسم لهذا الامر. لكن طبعا ناس هتسال تكلفه وما التكلفه. التكلفه طبعا هتبقى عاليه جدا في البدايه. طبعا شركه صرفت مليارات وابحاث بالمليارات عايزه تسترد هذه الاموال. لكن ان شاء الله في المركز اللي هنحاول نعمله في مصر هنجيب احدث كل هذه الاشياء. ايه اسم المركز ده؟ هو المركز هو مع جوزلين دايموند سنتر. مركز جوزلين اللي انا بشتغل فيه بقالي 25 سنه هو اكبر واقدم مركز في العالم، واكبر مركز في العالم. التكست بوك حتى بتاع السكر اسمه جوزلين تكست بوك اوف دايموندز. جوزلين يعني مجامله ليا شخصيا وافقت ان يتعمل فرع لجوزلين داخل مصر. كويس. وده هيبقى اول فرع لجوزلين في العالم كله. اول خروج له. اول خروج. واحنا بصدد دلوقتي اختيار المكان. التمويل موجود من احد البنوك المصريه. موافقين؟ طبعا. وهم عملوا دراسات جيده جدا الحقيقه، واشكرهم جدا. عملوا دراسات رائعه وشباب اكثر من رائع، فاهم في الاستثمار ازاي، فاهم في كل حاجه ازاي. بنك مصري؟ لا، البنك الاهلي. البنك الاهلي اللي هو الاهلي كابيتال. الاهلي كابيتال. وشغال معاكم وهيمول؟ لسه في اجتماعات معاهم. هايل جدا جدا جدا. المشروع ده ايه كينونه المشروع ده؟ مش هو فاهم. عباره عن مركز من الالف للياء السكر. كويس. مركز سكر. اطفال، كبار، بنكرياس صناعي، كله، اي حاجه، مريضه بسكر جالها حمل. ده مركز سكر. علاجي ولا بحثي؟ علاجي بالدرجه الاولى وبحثي بالدرجه الثانيه. كويس كويس. والمكان هيبقى فين؟ المكان احنا كنا بين اختيارين ان هو يكون في منطقه الشيخ زايد او في التجمع. ورسينا في الاخر على منطقه الشيخ زايد. الشيخ زايد. ويعني تقريبا الورق موجود والمخطط موجود لا، والمبنى مبني كمان. كمبنى مبني. امال ناقص ايه؟ ناقص بس شويه اجراءات بسيطه وان شاء الله هيتم. طيب السؤال، الدكاتره اللي موجودين مصريين ولا هيجي لك حد من بره؟ انا ضرب معايا يمكن فوق 45 طبيب من مصر. ضرب معاك من مصر هناك في جوزلين؟ وانا عايزهم كلهم يرجعوا. وعايزهم يرجعوا. انا عايزهم يرجعوا. بضافا هم هناك؟ هم هناك في امريكا. 45. وانا بس انا يعني عندي امل كمان ان الشباب الجميل اللي موجود في مصر، ان في جامعات مصر كلها فيها اطباء في منتهى الروعه والعظمه في مجال السكر. الروعه والعظمه. هو بس عاوز ايه؟ عاوز مكان جيد، عايز قدوه جيده، وعايز فرصه. كويس. احنا هنديله في هذا المكان كل اللي هو عاوزه. يعني انا مش بعمل الموضوع ده بس عشان خدمه مرضى السكر والبلد وما الى ذلك، انا بعمله ان احنا عاوزين نعمل نقله حضاريه كبيره في مجال النظام الصحي بالذات في الامراض المزمنه، لان الوفيات كلها دلوقتي من الامراض المزمنه، ما عادش وفيات الكوليرا والاسهال والوفيات الوبائيه. ما عادش الكلام ده خلاص. يعني الوفيات كلها ايه؟ يا من القلب، يا من السرطان، يا من السكر، يا من الكلى، دي كلها. ونسبه وفيات السكر بالنسبه لمجمل الوفيات حول العالم قد ايه؟ هي بتختلف من دوله لدوله، ده اختلاف شاسع. اديني رؤيه لمصر كده. لا انا ما اعرفش الاستاتستيك اللي موجوده في مصر عن الوفيات. يعني احنا بنعرف النسب، وفي اجراءات ابحاث حديثه قامت بها وزاره الصحه مشكوره لعمل سيرفي على مرضى السكر الموجودين في مصر. لكن الوفيات لسه بقى انا ما يعني ما عنديش. خليني اذهب لل انا يعني قبل الحلقه كنا بنتكلم في مشروع تاني انتوا بتفكروا كمان. ايوه. اللي هو احنا بنفكر في مشروع خيري تماما لمرضى السكر من النوع الاول، اطفال. يعني ما بين سن الولاده لغايه سن 18 سنه. ايه مواصفته وايه ملامحه؟ والله هو احنا عاوزين نتولى رعايتهم بالكامل مجانا. دول كتير؟ لا مش كتير قوي، يعني يمكن في حدود يمكن 100,000 او اكثر شويه. 100,000. ده تقدركم؟
تقريبا يعني، طبعا ما فيش احصاءات دقيقه، لكن هو تقريبا العدد ده. يعني احنا لو بنتكلم المشروع هيقوم على 100,000 وممكن يزيد، او يعني دي احنا عاوزين نغطي كل الاطفال. تغطيهم بايه؟ هو هيبقى اول حاجه تثقيف، مهم جدا جدا، ويبقى عارف بالنسبه ده. احنا قلنا دول اطفال السكر بالنوع الاول، النوع الاول ده في منتهى الخطوره يعني. لو لم يعالج سليم مشاكله كتيره ومضاعفاته كتيره وما الى ذلك. الامكانيات اللي موجوده في مصر للاسف محدوده طبعا، يعني اولا التثقيف الصحي مش موجود بنسبه كبيره، لا للطفل ولا لاسرته. ده مهم جدا، ده مهم جدا. فاحنا من الناحيه الاولى هيبقى في تثقيف، احنا عاملين ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هيبقى مرحلة كلها تثقيفية، مع أخصائي استشاري التغذية، مع الاستشاري النفسي، مع مدرب أو مدربة السكر، للأسرة ككل، مع استخدام طبعا التقنيات الحديثة في التواصل وما إلى ذلك. وعندنا أمل، وتكلمنا مع أحد الشركات، إن إحنا هنديهم جهاز قياس السكر المستمر مجانا كويس، بحيث يقيس السكر على مدار ال 24 كويس. ساعة ودي كلها بتبرعات. فدي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هيبقى فيها أطباء، هنجيبهم من الجامعات المصرية، الشباب اللي أنا بتكلم عليه الجميل ده، وهنبدأ بالمقاييس العالمية، يشوفوا المرضى دول ويكشفوا عليهم ويكتبوا لهم العلاج، ولو ربنا أراد نقدر نجيب الإنسولين مجاني كمان لهم، ويبقى احنا يعني خفينا حمل كبير عن وزارة الصحة. كويس. المرحلة الثالثة، بقى هيبقى فيها المرحلة الداخلية، ان هو المريض لو احتاج يخش مستشفى. مظبوط. والحقيقة المستشفى اللي تعاونت معانا في هذا الأمر مستشفى عظيمة بشكل فوق الوصف يعني، والناس اللي هم متبرعين للخير فيها فعلا. دي فعلا مستشفى ايه؟ اسمها مستشفى الناس. مستشفى الناس اللي هي الناس للناس. دي شعارها، لا اصلا شعارها الناس للناس، وهي من المشروعات المهمه جدا، وكانت قايمه عليها سيده فاضله الله يرحمها السيده انيسه حسونه. أيوة دي كانت في فتره من فترات. انا زرت المستشفى وقعدت مع الاداره بتاعتها، اولا شباب رائع جدا جدا، المتبرعين للمستشفى حقيقيين، مش حاجات اللي هي ممكن نسمع عنها، متبرعين مش عاوزين حتى يذكروا اسمائهم يعني. جميل جميل. وهما بيصرفوا على المشروع بتاع بهية. مظبوط. وزرت انا مستشفى بهية. والمستشفى بتاعت الناس مستشفى مبنية على نظام عالمي تام، يعني يمكن لا تقل عن مستشفيات امريكا. بتقدم خدمة رائعة جدا. فيها صديق عزيز برضو معي، كان معي في امريكا وبيشتغل فيها في زراعة الامعاء وما الى ذلك. بتعمل عمليات القلب للاطفال. والمستشفى على مستوى عالمي يعني. يعني سيادتك استبشرت خير لما رحت المستشفى دي كتعاون؟ هي دي المستشفى دي رائعه يعني. هي المكان بتاعها صعب شويه الوصول له، لكن اتمنى من الدوله انها تسهل الوصول له. جميل جدا جدا. اذا احنا بنتكلم عن مشروعين كلاهما مهم جدا لمرضى السكر، وهو ده سبب اجازتي كلها يعني. اجازتي كلها راحت في هذا الموضوع. بالعكس، ده يعني شيء عظيم جدا. هو انت كنت بتحلم بحاجات زي كده يعني؟ انا طول عمري انا امنيتي ان يعني الواحد وهو عايش يتنقل كل الكلام ده لبعض. وانا ما عنديش ادنى شك ان ممكن مصر تبقى بوتقه للتطور الصحي والعلمي بشكل كبير. انت سيادتك متابع النقله الصحيه اللي موجوده؟ جدا طبعا. طب شايفها ازاي؟ لان مش هكذب عليك، احنا في مرحله سيئه جدا، التشكيك في كل شيء وبالمجان. لو انعملت مبادرة تشكيك في كل شيء وبالمجان، لو انعملت مستشفى تشكيك في كل شيء ومجان، اي مشروع بينعمل كل شيء، لدرجة ان مشروع فيروس سي الان بعد شفاء كل هذه الملايين من المرضى واهتمام منظمة الصحة العالمية، اهتمام الدوريات العالمية، حتى اهتمام المؤسسات الدولية بالمشروع المصري وازاي تم، ما زال يشككون. هو شوف، انا يعني أنا مشفق على الدولة وعلى وزارة الصحة، لأن تكلفة الصحة عموما مكلفة جدا جدا. يعني حكاية إن يبقى كل شيء بالمجان عملية في منتهى الصعوبة. يعني أنا لسه قبل ما أجي مصر كنت في زيارة لإندونيسيا. كانت دعوة رسمية من الدولة من وزارة الصحة، بيستشيروني ومع زمايلي من مركز جوزلن إزاي نطور النظام الصحي اللي موجود في إندونيسيا، وبالذات في مجال السكر.
والدولة قالت أنا هعالج كل الناس بالمجان. وعملوا 5 مستويات للمستشفيات وما إلى ذلك. لكن فوجئت بحاجة غريبة جدا. قلت لهم مرضى السكر عندهم جهاز سكر؟ قال لك لا ما عندهمش جهاز. ليه؟ قالوا مكلف. يعني أنت تتكلم على 10% من 300 مليون هناك، يعني هيبقى مبلغ. عندهم شرايط لتحليل السكر؟ قالوا ما عندناش. ما بندهمش إلا لعدد محدود. ندلوا اللي بياخدوا انسولين بدون واحدة شريطة. فأنا كلمت وزير الصحة قلت له إيه الكلام ده؟ طب أنت إزاي هتعالج الكلام ده وأنت ما عندكش؟ قال لي طبعًا إحنا عندنا عدد وعندنا أمراض كتيرة وعندنا وعندنا وعندنا. قلت له يا أخي روح جيب مصنع من الصين يصنع الأجهزة ديت أو خد توكيل وأنتوا بتصنعوا حاجات كتير وصنعوا شرايط بسعر بسيط وادوها للناس. فهي عشان نقدم خدمة مجانية عايزة تكامل ضخم جدا ما بين مؤسسات كثيرة، الأدوية، المعامل، المستشفى، تكلفة العلاج عالية جدا جدا جدا. وأنا شفت أنظمة في العالم كثيرة جدا جيدة جدا وتكلفتها ممكن تكون معقولة، يعني من كوستاريكا لسنغابور لدول تانية. أنا شفت يمكن 20-30 نظام صحي في العالم ودرسته بالكامل يعني، وإحنا كتبنا لهم تقرير كامل عن التطوير يتم إزاي وما إلى ذلك. وكمان ساعات إحنا للأسف الشديد وفي أماكن كتيرة بيصرف أكتر من اللي كان المفروض إن هو يتصرف كمان. يعني هم عندهم مثلا في أندونيسيا واحد عاوز يعمل مثلا أشعة بالصبغة على شرايين القلب وهو في المستشفى، يطلب موافقة، يقعد في المستشفى لمدة 7 أيام من الأيام لغاية لما تجيله الموافقة. طب ما أنت قعدت 7 أيام بإقامة سبعة صحيح. الحالة في مصر بقى شايفها إزاي من بره؟ أكيد أنت بتتابع التقارير، بتتابع المبادرات، بتتابع أشياء من هذا القبيل. هو شوف يعني طبعا مصر قطعت شوط ضخم جدا في التطور في العصر في الفترة الأخيرة، يعني تطور مذهل يمكن واضح جدا في الطرق. أنا لما أمشي هنا في مصر يعني أكن إحنا في أوروبا أو في أمريكا بالطرق، طرق على أروع ما يكون. التطور في مجال الصحة ماشي بخطى جيدة جدا، أنا شايف أنه هو ماشي بخطى ممتازة، والقطاع الخاص بدأ ياخد دوره بشكل جيد. عندنا مشكلة كبيرة هجرة الأطباء. أطباء كتير سافروا برا مصر، وأنا حزين جدا أن الشباب الأطباء يخرج برا مصر. إحنا دلوقتي وصلنا إلى مرحلة العجز الطبي، يعني زي ما تقول العجز المائي كده أو الجفاف المائي، الجفاف الطبي. الأطباء بيسافروا، بيتخرجوا وكلهم بيسافروا، يعني غير طبيعي هذا الأمر. يعني ألمانيا وإنجلترا والبلاد دي تاخد الأطباء اللي صرفنا عليهم تعلموا على أعلى مستوى. إحنا المفروض بقى نعمل يعني أي طريقة لجذب هؤلاء الأطباء إن إحنا نخليهم موجودين. أنت شايف إن الهجرة دي أحد المشاكل الحقيقية اللي موجودة؟ لا، دي المشكلة الرئيسية. لماذا يهاجرون؟ يعني أمر منطقي. أول يعني يمكن 3 أسباب واضحين قوي. أول حاجة الدخل بتاعهم، بتخرج بدخله بسيط جدا لو اشتغل في وزارة الصحة أو في أي مكان ودخله ما يكفوش يعني. فدي طبعا العامل الرئيسي. كان زمان يسافروا البلاد العربية، دلوقتي بيسافروا البلاد الأوروبية. تاني سبب وبرضه واضح جدا اللي هو فرصته في التدريب وفي أخذ الشهادات المتقدمة والتخصص وما إلى ذلك. واحنا لازم يكون ده متاح وبسهوله جدا لكل خريج طب ويبدا من بدري. مش انت في نظام الزماله موجود في مصر؟ ده بيساعد شويه. هو موجود بس يعني ما يعني حسب ما سمعت من الاطباء الصغار، وانا يعني بسمعهم دايما باستمرار، الامور ما هيش بالسهوله ان هو يقدر يسجل وياخد الدرجه. وبعدين برضه عاوز يعيش وعاوز يتجوز وبعد سنين عمل طويله. السبب الثالث؟ السبب الثالث هو طبعا مكان العمل. يعني بيئة العمل. لأنه يعني أنا تصوري الشخصي وأنا أقول لك بمنتهى الأمانة، الطبيب يعمل في مستشفى كويس بس، ما فيش حاجة اسمها عيادات خاصة. ممكن الأطباء كلهم حيصوروا عليا دلوقتي. العيادات الخاصة والكلام والحاجات دي كلها أفسدت النظام الصحي ككل. العيادات الخاصة النهاردة الطبيب المفروض أنه يعمل في مستشفى، سواء مستشفى خاص أو مستشفى حكومي، يكون له أجر جيد جدا، ضرائبه مسددة من المنبع،
الاوفر هيد كوست بتاعه موجود ومتوفر في المستشفى، التعاقد معاه سنوي، يؤدي عمله بشكل جيد ويروح. احنا بنعمل هذا الكلام. ده انتوا هناك في امريكا؟ في كل بلاد معظم بلاد الدنيا كده. لكن سلو بلدنا مختلف. لان الدخل، ما هو لما انت امر طبيعي لما دخلك يقل من مكان هتدور على بديل. هو الموظف لما دخله بيقل بيعمل ايه؟ لا يروح يشتغل اوبر ويشتغل سواق تاكسي ويشتغل شغلانه تانية وثالثه ورابعه. الطبيب هيعمل ايه؟ هيروح فتح عياده خاصه. ملوش بديل. طب والدكاتره يصوروا عليك ليه؟ وده انت بتنقل تجربه على مين؟ العياده الخاصه مصدر رزق كبير يعني بالنسبه لهم، يعني ما هو ده المصدر الوحيد دلوقتي. لان هو هيعمل في المستشفى هتديله راتب قد ايه؟ صحيح. يعني المستشفيات بتقول يعني احنا مش قادرين فين نحافظ على الدكاتره. طب اصل هجره الاطباء دي فيها علامه جوده. يعني واضح ان الطبيب الخام ده اللي طالع من المكنه المصريه لائق عشان يشتغل في انجلترا ويشتغل في المانيا ويشتغل في امريكا. واضح انه متعلم كويس جدا. يعني واضح ان هو لائق او يعني مهم. الجامعات المصريه سواء جامعات اهليه او سواء جامعات حكوميه، انا ماليش دعوه بالجامعات الخاصه، الجامعات الاهليه والجامعات الحكوميه بذلت مجهود ضخم جدا 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 في السنوات الاخيره لاخراج طبيب على مستوى عالمي. وحصل. يعني انا معديك مثال، المنصوره من سنين طويله عندها برنامج اسمه طب مانشستر، جابت كوريكولم من بره على اعلى مستوى، بتدرب الطلبه عليه باعلى مستوى، بيدفعوا مصاريف كويسه، بتفيد الكليه، بتصرف على اشياء برضه تعليميه جيده. وزمايلي انا اعرفهم اللي قاموا بهذا المشروع كان عندهم هذا الحلم ويعملوا حاجه. التعليم الطبي على اروع ما يكون. ما جامعه المنصوره الاهليه اللي هي الجديده في الجامعات الجديده ماشيه بسرعه صاروخ، لسه في الجزء الاولي حاجه ما شاء الله. وحتى عندهم السيميليتورز والتدريب الجيد في السنين الاولى. وايه ده؟ يعني احنا فعلا عندنا ماكينه اخراج طبيب جيد. والله هذه شهاده معتبره من قامه طبيه عالميه في حجم الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري في جامعة هارفارد. أنا هترككم بعد نهاية هذه الحلقة، لكن هناك حلقات أخرى مع الدكتور أسامة حمدي يتحدث فيها عن أحلامه لمصر اللي بيحبها.